الشباب. بيسعدني ان انا اتقابل معاكم للمره الثانيه في ماده الميكانيكا، بس المره دي احنا مع بعض في جزء الداينامكس اللي هو الديناميكا، بمعنى دراسه الاجسام المتحركه. الموضوع بتاعنا مع بعض المحاضره دي والمحاضره الجايه ده باسم البروجكتايلز او المنفوخات. حضراتكم عندكم فكره مبسطه عنه عن طريق ماده الفيزيكس فيزياء اولى ثانوي، بس طبعا ده كان مجرد بدايه. هنشوف يعني ايه، هندرس ازاي الموضوع ده اساسه ايه واستعمالاته والدنيا ماشيه ازاي. اوكي، الموضوع بتاعنا الاساسي بمعنى او باسم البروجكتايلز. ايه هو تعريف كلمة المبذور؟ ايه الحاجة اللي ممكن اقول عليها مبذور وايه الحاجة اللي مينفعش اقول عليها؟ مبذور نكتب مع بعض كلنا كده عشان نبقى فاهمين تعريفه. هو اي جسيم، هو اي جسيم يتحرك. انتبه معايا يا باشمهندس. واي جسيم يتحرك بسرعه ابتدائيه لا تساوي السن. واي جسيم يتحرك بسرعه ابتدائيه لا تساوي السن اصلا وتحت تاثير عجله الجاذبيه الارضيه فقط، وتحت تاثير عجله الجاذبيه الارضيه فقط. افتح قوس، اي مع اهمال مقاومه الوسط، اي مع اهمال مقاومه الوسط. ايه معنى الكلام ده يا شباب؟ بص عندي كله. لو انا جيت دلوقتي مسكت اي جسم كده وسبته من ايدي لورا، بنقول بالعربي ايه؟ ترك اليسر. ترك يسقط دي معناها ان هو يبتدي يتحرك بسرعه ابتدائيه ايه؟ زيرو. يبقى على طول ده ما ينفعش يكون بروجكتايل. طب امال ايه هو البروجكتايل؟ البروجكتايل ان انا امسك القلم ده نفسه برضه واقوم راميه كده بسرعه. اديله انيشيال بوش، انيشيال بلوست، يبقى هو ده البروجكتايل. طيب زي ايه مثلا؟ زي طوبه اترمت، واحد رماها عليها طرب او على حد، زي طلقه الرصاص، الدنه بتاعت المدفع، حطوه من ميه لانه بيطلع من الفوهه بتاعت الايه الخرطوم، الميه طالعه باندفاعه بسرعه، يبقى مكتسبه انيشال بلوست. خلاص كل دي حاجات ممكن ان انا اقول عليها بروجكتايلز. كويس قوي. بروجكتايل وهو بيتحرك في الهواء، ايه اللي بيأثر عليه بعد ما سلم ايه الضربه الاولانيه؟ ها؟ الجاذبيه الارضيه. يعني الطلقه وهي ماشيه، لو انا ضربت اي طلقه كده لفوق مش هتمشي تستمر الحركه لفوق على طول، لا الجاذبيه الارضيه بتحكمها. طيب مفيش حاجه غير الجاذبيه؟ الوسط اللي بتتحرك فيه الطلقه. لو حد فيكم عنده فكره عن موضوع التمشين، فضباط الجيش او الشرطه بيبقى عندهم درايه بان التمشين على الهدف بيكون مختلف في يوم عادي او يوم يكون الهواء فيه شديد، لان الهواء شديد ممكن يتحكم في اصابه الهدف اللي هو عايزه او لا. طيب يبقى مقاومه الوسط بتاثر. لو مركب بتضرب توربيد، التوربيد ده برضه ممكن يكون مغصوب، بيتحرك في ميه درجه ملوحتها ايه؟ الملوحه هتاثر على الكثافه، الكثافه هتاثر على مقاومه التوربيد وهو ماشي. يبقى دي كلها حاجات حسابات لازم اكون فاهمها كويس. طيب
احنا مبدئيا لما بنيجي ندرس مكشوفات بنتفق مع بعض ان احنا هنهمل مقاومه الوسط. ليه هنهمله؟ لتسهيل الصوره الرياضيه اللي هنتعامل معاها في مرحله بعد كده هتيجي، مش السنه دي، هتيجي دراسه المكشوفات مع اخذ مقاومه الوسط لها. خلاص، دي مرحله تانية خالص. انما دلوقتي اللي بيأثر عليا معايا الهدول ما بيساويش الزيرو، واثناء الحركه بيأثر عليا عجله الجاذبيه الارضيه جرافيتيشن اكسلريشن بس. خلاص، من المعلومتين دول ببدا دراستي بهذا البلد. تمام، انا دلوقتي يا شباب لما هاجي هضرب بروجكتايل هيطلع لفوق شويه وبعدين ينزل. طيب، انا هدرس هذا الشابتر بالاحداثيات الكارتيزيه اللي هي اكس وواي. السرعه الابتدائيه التي يضرب بها المصدوق هنسميها جي نون. زاويه منها على الافقي اللي هي زاويه الاطلاق هسميها الفا. الفا دي فايرنج انجل، والجي نون هي الفايرنج ايه؟ بلوستر او انيشال بلوستر. اقصى ارتفاع تطلع له قذيفه بسميه اتش سمول. المسافه من نقطه الاطلاق للهدف بسميه ار اللي هو المدى. الزمن اللي بتاخده القذيفه من ساعه مضرب الطلقه لحد ما تسيب الهدف بسميه زمن الطيران كابتن تي. زمن الطيران كابتن تي. طيب، ايه اللي بيأثر عليا في الدراسه دي كلها؟ الجاذبيه الارضيه اللي هي جي بتاعتي. طيب شباب، لو انا بدرس بالكارتيزيان كوردينتس يبقى الاكسلريشن لها كم مركبه؟ اثنين. مركبه افقيه يطلق عليها اكس دبل دو، ومركبه راسيه يطلق عليها واي دبل دو. اكس دبل دوت في الحاله بتاعتي دي هتساوي كام؟ مؤكد هتساوي زيرو. ليه زيرو؟ ليه الاكس دبل دوت بتساوي زيرو؟ لان العجله كلها بتتاثر تقريبا لازم. موبايل انزل بس خلاص. شباب، اكس دبل دوت هيساوي زيرو لسبب واحد. ايه هو؟ ان العجله اللي بتأثر عندي راسيه اسفل. طيب، واي دبل دوت بقى اللي معايا وفاهم هتبقى بتساوي ايه يا شباب؟ بتساوي جي ماينس جي. طب ليه الزميل بيقول ماينس هنا؟ علشان الجي لاسفل ومحور الواي فالمشير للموجب بيكون لاعلى، فدي بتبقى سالب جي. دول المعادلتين الاثنين دول بسميهم المعادلات واحد واثنين التي تعين مركبتي العجله لاي مقصود. طيب، لو انا كملت العجله بحصل على ايه يا شباب؟ السرعه. برافو. طيب، كلنا كده مع بعض نركز. اكس دبل دوت اما كملها بتديني اكس دوت تساوي تكامل الزيرو بيديني سالب. اذا معنى الكلمه دي، تعالوا ناخد واحنا ماشيين بالرياضه واحده واحده عايزين نفهم معناها. عارفين دي معناها ايه؟ معناها ان الرياضه بتقول لي ان المركبه الافقيه لسرعه المخزون دايما يا اولاد تبقى ايه؟ ثابته القيمه. طيب، ثابته القيمه يعني ايه؟ يعني قيمتها في الاول زي قيمتها في الاخر زي قيمتها في النص. طب السرعه الافقيه في الاول وهي المركبه بتاعت في نوت في اتجاه الاكس هتبقى في نوت كوزاين او بس. يبقى انا مش محتاج احسب، اقول ان الاكس نوت هتبقى طول عمرها في نوت كوزاين الفا. دي تبقى معادله ثلاثه.
والتي تعين السرعة الأفقية لأي مقصود. معنا يا باشمهندس؟ هكمل المعادلة 2 للحصول على السرعة الرأسية البواهي قد تسابق سالب جي دي عدد أنا بكمل بالنسبة للزمن يبقى تكاملها سالب جي تي زائد ثابت الثابت ده بص كده كلكم عندي هجيبه على طول في ثانية مش هعرف احسبه لو انا قلت عند التي بزيرو تبقى هاي ضد بكام؟ ثابت وثابت في نوت ساين ساين الفا خلاص شكرا يبقى الثابت ده هو في نوت ساين دي المعادلة 4 طب لو كملت السرعة احصل على ايه؟ زاح طيب هكمل مين؟ خلي بالك معايا في التكامل عشان في هنا غلطة شائعة في ناس تيجي تكامل تقول لك بنوت ساين الفا نقول له انت صح ولا غلط؟ التكامل بيتم بالنسبة للزمن ما انا لسه قايل لكم شوية يا أولاد ان البنوت وساين الفا على بعضها كلها كمية ثابتة عدد فتكاملها هيبقى هذه الكمية في تي بنوت وساين الفا مضروبة في تي زائد لحد الشكل بقى بص كلكم على السبوره على الحته اللي جايه دي زائد ما تكتبوش ثابت الثابت ده لازم يتوجد من قوانين التكامل طب عندي تي بصفر اكس بكام؟ صفر اكس هنا بكام؟ بزيرو بس ده شرط عشان يتحقق ان لازم المحال تكون متاخده عنده نقطة دي نقطة مهمة اوعى تنساها في مسألة البروجكتايلز تطير المسألة اكتبوها كده عندكم واحنا شغالين كده ملحوظة بقلم احمر بجولف كده برواز اكسيز ماست بي تيكن ات اكسيز ماست بي تيكن ات ذا فايرنج بوينت المحاور لابد ان تؤخذ عند نقطه الاطلاق اكسيز must be taken at the firing point وبناء على ايه اقدر اقول ان السباحه بكام يا شباب بزيرو هستاذنك اشيله خالص بالشكل تصبح دي المعادله رقم 5 طيب مين بقى شاطر مين هيكامل معايا المعادلة 3 أو المعادلة 4 يبقى واي بتساوي سالب جي تي تربيع على 2 زائد تي بنوت ساين ألفا زائد سالب هيطلع برضه بنفس الطريقة 6 دول 6 معادلات طيب المسار اللي بيمشي فيه المنظومة المسار ده مش له معادلة طب انا عايز اطلع معادلة مسار معادلة المسار الكارتيزيان بتبقى هي علاقة تربط بين اكس وواي ولا يوجد متغيرات تانية كده طيب عينك معايا كله كده المعادلة 6 بتربط علاقة بين اكس وتي والمعادلة 5 المعادلة 6 بين واي وتي فلو قدرنا نحسب التي من المعادلتين يبقى احصل على علاقة بين واي وايه؟ واي واكس طيب تعالوا نعملها على طول واي بيساوي جي على 2 في تي تربيع بدل ما تكتب تي تربيع اكتب مكان التي اكس على بنود كوزاي الفا يبقى اكس على البنود كوزاين الفا الكل ايه؟ تربيع زائد تي تاني اللي هي اكس على البنود كوزاين الفا في بنود ساين الفا هنا طبعا بنود هتروح مع البنود هيبقى عندي اكس ايه؟ بالظبط اكس تان الفا ناقص
جي اكس تربيع على 2 بنود تربيع كوساين تربيع الفا، ودي المعادله 7 التي تمثل معادله المسار يا شباب. دي معادله من الدرجه الثانيه. اي معادله من الدرجه الثانيه في الرياضه بيبقى الشكل بتاعها ايه؟ حد يعرف؟ اي معادله من الدرجه الثانيه؟ بارابولا شكلها مش الصيغه الرياضيه، الرسمه بتاعتها، الرسمه بتاعتها بتديني بارابولا على طول. معادله من الدرجه الثانيه تدي بارابولا، تمام؟ وفعلا ده شكل رسمه ايه؟ منحنق قطع المكافئ بتاع حركه المسار المقطوع. طيب شباب خليك معايا، عايز اجيب زمن طيران القذيفة في الجو من الإصابة، من الإطلاق للإصابة، هجيبها ازاي؟ هو أنا طبعا يعني ليها طرق كتير عايز أقول لكم الحقيقة، بس يمكن الطريقة اللي أنا هعرضها عليكم بتكون من أسهل الطرق كاستنتاج رياضي. أنا دلوقتي عندي النقطة اللي فوق دي بيكون الطلقة خدت قد إيه من وقت الطيران؟ نصف. فلو جبت الوقت من البداية لحد هنا ممكن أضربه في كام؟ طيب هنا النقطة دي يغير الجسم عندها اتجاه الحركة. طيب طالما الجسم بيغير اتجاه الحركة يبقى احنا على طول عارفين من ثانوي يبقى عندها السرعة ايه؟ أي سرعة التي تكون بصفر هي السرعة أو مركبة السرعة التي تم تغيير اتجاه الحركة في اتجاهها. طب وهو فوق كده غير في اكس ولا غير في واي؟ في واي، يبقى واي دوت هي الاكس. تمام؟ يبقى النقطة اللي فوق هنا هي دي عندها واي دوت بزيرو. طيب لما يبقى عندي وين؟ وين؟ واي دوت تساوي زيرو. ايه اللي هيحصل عندي؟ عوض كده المعادلة 4 على الوطن بزيرو يبقى سالب جي تي زائد النود ساين الفا يساوي زيرو. التي هنا دي هقول عليها تي اتش، يعني التي التي يحدث عندها اقصى ارتفاع. اللي ورا سامعني كويس؟ تمام. طيب هودي ده الناحية التانية واقسم يطلع لك تي اتش بكام؟ بنود ساين الفا على جي. هل ده زمن الطيران؟ لا. طب زمن الطيران هيساوي ايه؟ 2. برافو عليك. يبقى زمن الطيران هيساوي 2 بنود ساين الفا على صعبة؟ عايزك تبقى فاهم المعادلات جايه منين، مقتنع بيها تماما عشان تقدر تشتغل. نكمل نقل يخلص عشان لسه هنستنتج ار وايه تاني؟ ها؟ ار والاتش نفسها بس الاتش نفسها بكام؟ نعم. دقيقة واحدة يا باشمهندس، دقيقة واحدة ننتبه، في زميل بيسأل سؤال، هل من الممكن استخدام معادلات الحركة الخطية لحل هذه المسألة؟ نعم، بس تجيد استخدامها صح. لأن معادلات الحركة الخطية تستخدمها مرتين، مرة في الأف دي المرة لو طبقتها مظبوط هتلاقي نفسك بتقول نفس المعادلات اللي احنا اي اسئله يا شباب؟ طيب اللي فاهم البورد لحد هذه اللحظه يرفع ايده كده. طيب نسبه تفضيليه. طيب هبتدي انتقل ل خليك معايا من فضلك، هننتقل لاقصى ارتفاع اتش. هجيبه ازاي؟ بصوا قبل ما امسح السبورة ايه رايكم؟
معادلة ست. مش دي بتربط بين الماي والزمن؟ لو جيت عوضت حضرتك عن الزمن يا باشمهندس بالـ TH اللي انت طلعتها، يبقى الواي ده هيبقى هو ايه؟ ها؟ أقصى ارتفاع؟ خطوة واحدة تعويض. بقدر أطلع القمة؟ يبقى ده ايه؟ أقصى ارتفاع. تعالوا نعملها مع بعض. أنا هكتب لك حتى الفكرة عشان أنت تذاكر، يبقى الكلام ده متذكره واضح. وين؟ تي بتساوي تي اتش، واي هو نفسه هيساوي ايه؟ اتش. طيب ننفذ، يبقى واي بيساوي سالب جي على 2 في تي تربيع اللي هي الريموت ساين الفا، وممكن نعملها تربيع على طول على جي تربيع زائد فيلور ساين الفا في فيلور ساين الفا بناء على ايه؟ الفا. خلي بالك معايا عشان هي واضحه لينا كلنا لو ركزنا، دي هتديني فيلور تربيع ساين تربيع على ايه؟ على جي. ودي هتديني فيلور تربيع ساين تربيع على جي بس مضروبه في كام؟ في نص. بقى عندي جنيه ناقص نص جنيه، تديني نص جنيه، يبقى الاتش هتساوي مباشره فيلور تربيع ساين تربيع الفا على 2 جي، ودي المعادله التي تعني اقصى ارتفاع. شباب الاخر مطلوب عندي عايز احصل عليه هو المدى، طول المدى اجيبه ازاي؟ ها ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ انا عندي حاجه سهله خالص. نعم عندي المعادلة اللي هي رقم 5 بتقول اكس تساوي تي فيلور كوزاين الفا. لو انا عوضت عن هيبص معايا الفكرة وين؟ التي تساوي زمن الطيران، يعني الحركة كلها فلس، يبقى الاكس هيساوي ايه؟ يبقى الاكس هيساوي الار. طيب نعوض، يبقى الار بيساوي 2 فيلور ساين الفا على جي في فيلور ساين الفا. شباب لو عندك 2 ساين كوزاين وتساوي ايه في حساب الاكسل الثاني؟ هاي يبقى الار تساوي فيلور تربيع ساين 2 الفا على جي، وتبقى هي دي المعادله 10 التي تحدد طول المسار في حاله كل القوانين العشره دول يا ولادي، في حاله ان يكون المدى افق. يعني ايه المدى افق؟ يعني انا ضربت الطلقه اهي وانا واقف على الارض، طلعت ونزلت تاني على الارض، يعني لما اوصل البدايه للنهايه يبقى الخط ايه؟ افق. كل القوانين العشره ها دي بتتحرك في هذا المجال. طب لو المدى مايل؟ لا دي لها حاجه ثانيه برضه هنعرفها. واضح؟ خلص بقى الفيديو اللي بيصور الكلام ده والانتقال لبعض الامثله عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي. الناحيه اليمين خلاص؟ الناحيه اليمين يا شباب خلاص؟ Well, I'm going to...
ايه؟ مش هاخد الفيديو ده اللي لك مش هاخده. انا استعد عارف ليه بروح انا وسنين من سنة بنبقى هناك بنبقى اللي هناك شباب. ده المثال رقم واحد الموجود عندي في الكتاب صفحة 45. انتبه معايا. المثال ده بيقول ان في بروجكتايل بيتضرب بسرعة تدعية 180 متر على الثانية، سرعة كبيرة طبعا، زاوية زاوية الضرب 30 درجة. فبيقع، هو ضرب خلي بالك من فوق، بيقع في نقطة أوطى من مستوى الإطلاق. يعني لو أنا هاجي أخد المحاور قبل ما أبتدي المسألة هاخدها فين؟ لازم عند الـ A، لازم فين؟ عند الـ A. الارتفاع ده عامل 150 متر، الارتفاع ده عامل 150. طلب مني أول حاجة المسافة دي الأفقية بين النقطتين A وB. بعد كده طلب أقصى ارتفاع هيرتفعه على الأرض، يعني أقصى ارتفاع عن الأرض DH، وبعد كده يتضاف عليها كام؟ 100. طيب دايما عايز اعلمكم ان معادله المسار اللي هي المعادله 7 اللي قلناها اهم معادله في القصه دي كلها، وهي دي بتربط ما بين اكس وواي والمضاد والف، اربع حاجات. لو عندي حاجه منهم واحده هي ناقصه اقدر اجيبها على طول. انا عندي هنا المضاد والفا والواي بتاع النقطه دي، يبقى اقدر اجيب الاكس ولا لا؟ خلاص بقت تعريض ماشي. يبقى واي بنساوي قانون اهو اكس تان الفا ناقص جي اكس تربيع على اتنين في نقطة تربيع وزاين تربيع. هنعوض مع بعض، الواي عوض عنه عند البي بكام يا شباب؟ الواي عند البي هنا بكام؟ 150. دي غلطة تطير المسألة، خلي بالك ان حاول فوق يبقى النقطة دي عندها الواي بسالب 150 تساوي اكس هنا معرفوش تاني 30 درجة ناقص 9.8 من عشرة عجلة الجاذبية الأرضية اكس تربيع على 2 في 180 تربيع كوزين 30 الكل تربيع. دي معادلة من الدرجة الثانية للإكس، بيطلع لي قيمتين، قيمة سلبة وقيمة موجبة. السلبة طبعا ريجكتد بتترفض، بيطلع عندك على طول الإيه؟ الإكس. الإكس في المسألة دي كام؟ 3110. طيب ازاي اجيب بقى الاتش توتال؟ الاتش توتال هجيبه في خطوه واحده. ايه هي؟ الاتش توتال بيساوي 150 متر زائد الاتش الصغيره دي، واخدين القانون بتاعها اللي هي في نقطه تربيع
ساين ساين دي الفا على من جي جي عوض مع بعض يبقى 150 زائد 180 تسويع ساين 30 كل تربيع على 2 في 9.8 بيطلع بكام الإجابة عندك؟ كم؟ 563 هذه المسألة بتاعتك البشمهندسات هناك بشمهندسات ركز مع بعض واضح ان تطبيق المسائل لو انت ملم بالقوانين كويس في دماغك مش هتلاقي اي صعوبة في حلها تمام؟ في اي مشكلة في المسألة دي؟ شيل الجزء الشمال؟ نعم خليك معايا لو سمحت خلاص انتبه في مسألة اللي هي الاكزامبل التاني المسألة دي خلاص يا شباب مش عايز لو سمحت كلامك المسألة دي بتاعت واحد بيتعلم لسه مشان جديد فجه وراح يصور على هدف بدل ما يجيبه جه أقصر منه بالمسافة سي يعني البعد ده من حد المدى اللي جابه بار ناقص سي لما ضرب في زاوية عندنا ألفا قلنا له خد البندقية واضرب تاني فراح مميل بزاوية جديدة زاوية جديدة ولما ضرب بيها جاب أبعد المسافة دي طيب ففي الآخر خالص راح جاي ضرب بسرعة سيتا بزاوية سيتا فقدر إن هو يجيب المدى اللي احنا عايزينه تمام؟ بيقول لي في هذه المسألة اثبت لي ان سيتا تساوي نص ساين انفيرس عايزين نثبت ان الزاوية سيتا بالمقدار ده اثبتها مسائل الميكانيكا لو انت كده فكرت في الاول من غير قاعدة هتتوه وممكن توصلش لحاجة طب ايه الطريقة اللي احنا ممكن باشمهندس اصحى معايا اللي على البنش هنا ياريت ننتبه مع بعض يا ولاد في طريقة لو اتبعتها هتلاقي مسألة الميكانيكا بتيجي معاك سهلة هو قال لك هنا ايه؟ قال لك مدى. طيب في قانون من القوانين اللي خدناها بيتكلم عن المدى. طول المدى اللي هو اعرض. طيب المدى احنا خدناه اللي هو اول حاله ار ناقص سي بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي في تربيع ساين في الحاله دي هيبقى 2 الفا على جي. طيب أطبق نفس القانون في الحالة الثانية R زائد D تساوي إيه؟ في تربيع ساين 2 بيتا على G على G طب الحالة الأخيرة R بتساوي تربيع ساين 2 سيتا ساين 2 سيتا على G على G خلاص كده أنا طبقت قوانين الميكانيكا اللي أنا عارفها هربط بقى بالرياضة بص للمطلوب ألاقي لا فيه R
ولا فيه ايه؟ سي. في ار متشاله والسي ده هي الايه؟ اللي طالعه بدلاله البيتا والالفا بس. طيب هنتخلص منها ازاي؟ ها هنا لو انا ضربت المعادله الاولانيه دي في دي ودي في سي ليه هعمل كده؟ ها واعمل ايه بعد ما اضربهم؟ اجمعهم وما اتخلص من الترم سي دي اللي هيطلع ويبقى عندي اثنين او اربع مضروبه في سي زائد. نشوفهم مع بعض عملي. المعادله الاولانيه لما هضربها في دي هتبقى عباره عن ار دي ناقص سي دي تساوي دي في في تربيع ساين 2 الفا على جي، والثانيه هضربها في سي هتبقى ار سي زائد سي دي تساوي سي في تربيع ساين 2 بيتا على جي. هعمل ايه يا شباب دلوقتي؟ هجمع هلاقي دي راحت مع دي، وانت بتجمع هستاذنك تاخد الار مشترك يبقى سي زائد دي بتساوي. هنا بقى هيبقى في تربيع ممكن اخده مشترك على جي مش كده؟ في تربيع على جي وافتح قوس هيبقى عندي ايه؟ دي ساين 2 الفا زائد سي ساين 2 مظبوط كده يا شباب؟ الار ده انا عايزه في الاثبات ولا مش عايزه؟ مش عايزه، يبقى اعوض عنه من القانون بتاعه والمعادله اللي انا طلعتها الثالثه. خلاص؟ اشيل الار واحطها في تربيع ها في تربيع ساين 2 سيتا على جي مضروبه في سي زائد دي تساوي في تربيع على جي في دي ساين 2 الفا زائد سي ساين 2 في تربيع على جي يروحوا مع بعض. ها يبقى ساين 2 سيتا بتساوي الكلام ده على سي زائد ايه؟ ده ساين 2 سيتا، يبقى 2 سيتا بتساوي ساين ايه؟ انفرس. يبقى السيتا الواحده بتساوي النص ساين انفرس الكلام ده، يبقى الصوره تبقى سيتا تساوي نص ساين انفرس افتح قوس دي ساين 2 الفا زائد سي ساين 2 بيتا على سي زائد دي. ده المطلوب يا ولاد؟ المثال الاولاني والمثال الثاني. هنتابع بعد كده استكمال الامثله، بس بعد ما نستنتج اخر حاجه من القوانين اللي انا محتاج اعرفها
اللي هي قوانين المدى المائل. واللي عايز كده منكم تركيز لو تكرمتوا اكتبوا معايا في كل خط. خلاص يا شباب نشيل الكلام ده. ايه اللي انا عملته؟ رتبت هنا شمال
ووديت ايه للناحيه الثانيه، فبقت الفا ناقص تان بيتا هنا جي اكس بس عشان شلت التربيع على 2 بنود تربيع وسنتر. تمام يا شباب؟ عندي ساين، عندي هنا التان ناقص تان اللي هي بتساوي ايه؟ مش دي بتساوي ساين الفا على كوزين الفا ناقص ساين بيتا على كوزين بيتا؟ ها؟ نعم. مش سالب. ما ينفعش ايه؟ اكتب القانون على طول. تكتب القانون بتاع ده؟ ايه. تاني الفرق. تاني الفرق يعني؟ لا. في فرق يا باشمهندس ما بين تان اكس ناقص واي وتان اكس ناقص تان واي. اكمل ولا باين؟ خلاص؟ شباب انا ماشي على ميل قوي، مش هستعجل في الاستنتاج عشان ما ايه مفيش مرحله تقع. هننقل الكلام ده، عندي جي اكس بي على 2 بنود تربيع وزين تربيع الفا تساوي، لما باجي اطرح 2 فراكشنز بضرب المقام بيبقى عندي كوزين الفا في كوزين بيتا وفوق بتبقى ساين الفا. ها مين يمليه؟ كوزين بيتا ناقص كوزين الفا ساين بيتا. مظبوط كده يا شباب؟ هضرب طرفي المعادله في الكوزين الفا، هنا التربيع هتروح ودي هتمشي. تمام؟ هيبقى عندي جي اكس بي على 2 بنود تربيع كوزين الفا فقط بتساوي اللي فوق ده هستاذنك ان هو يبقى ايه؟ ساين الفا ناقص بيتا. الشخص اللي كان بيسأل على حالة ممثلة تلاقي الكلام دلوقتي ابتدى يبقى ايه؟ خلاص كده؟ طيب الاكس بي بقى هتساوي 2 بنوت سكوير بنوت تربيع كوزين الفا على جي في كوزين بيتا ساين الفا في بقى حته صغيره هنحدد المثلث ده اللي هو اي بي ده وهكبره لكم هنا على جنب السطور. المثلث ده عامل كده قايم الزاويه بي اي، الطول ده هو ار بي مش كده؟ اكس بي اللي هي الافق بتاعه وديت بي. طيب كوزين بيتا بيساوي ايه يا شباب؟ اكس بي على ار بي. يبقى اكس بي ديت ممكن اشيلها احط مكانها ايه؟ ار بيتا كوزين ايه؟ بيتا. يبقى ار بيتا كوزين بيتا تساوي 2 بنود تربيع كوزين الفا على جي كوزين بيتا في ساين الفا ناقص بيتا. كده هستأذنكم ان انا اقسم على كوزين بيتا ودي تروح وتبقى تحت هنا عندي ايه؟ هدفي من اللي انا عمال بقى هبتدي اعمله دلوقتي دي معادله لتحدد طول المدى الايه؟ المائي. ده معادله طول المدى المائي. مش مطلوب منك تحفظها زي اللي فاتوا لان دي ممكن اعلمك طريقه ان شاء الله المحاضره الجايه هتبقى لحل المسائل بتاعت المائل بس بدون استخدام القانون ده عشان ده قانون بيبقى تقيل شويه عليك. طيب عايزين نوصل لاقصى مدى. اقصى مدى يعني ايه؟ يعني واحد فينا كده واقف هنا في البندقيه
وعمال يغير زاويه الميل، يميل البندقيه كده ويضرب، يميل كده ويضرب، يميل كده ويضرب، لكن في نفسها النود اللي بيضرب فيها هي هي. عند زاويه معينه الفا هيجيب اقصى مال. طب بالرياضه اجيبها ازاي؟ بالرياضه هجيب ازاي الكلام ده؟ تعالوا بقى نجيبها بتقنيه حلوه كده ونركز معاها. طيب هقول ار بي ده مثال. هنا في نود تربيع على جين كوزاين تربيع دي، فاضل عندي ايه؟ ها؟ اثنين كوزاين الفا. خلي بالك خليهم معانا كده شويه وافتح قوس. الساين دي هفكها تاني، هيبقى عندي ساين الفا كوزاين بيتا ناقص، ماشي؟ ناقص ايه؟ ها؟ ناقص كوزين الفا ساين بيتا. طيب فاضل ايه هنا؟ انا ما كتبتهمش. اثنين كوزين الفا. طيب تخش اثنين ودي تخش كوزين الفا، وتخش اثنين ودي تبقى كوزين تربيع. معايا يا شباب؟ ماشي. خلاص الشمال؟ ها؟ نقدر نمسح ده. أبناء الطلبة برجاء الانتباه، هو على فكرة في الكتاب ممكن تلاقي استنتاج مختصر شوية بس نقطة الحاجة دي كده، فانا هنا بعملها لك بالتفسير عشان تبقى فاهم بتعمل كل حاجه ازاي. عايز تعملها زي الكتاب ماشي، عايز تعملها زي كده. طيب هنا هيبقى الار بيتا بيساوي في نور تربيع على جي كوزاين تربيع بيتا وافتح قوس. خلي بالك معايا في القوس ده الناس اللي عمالين يشاوروا في الكتاب، بصوا معايا في الحته اللي جايه. انا عندي اثنين سايد الفا وسايد الفا، ممكن اخدهم دول اكتبهم بكام؟ يبقى عندي ساين اثنين الفا في كوزاين مين؟ بيتا. طيب ناقص هنا بقى هتوقف عند دي شويه كده صغيره واجي اقول لك لو سمحت انت في ثانوية عامة كان الأستاذ بيعلمك يقول لك في التكامل لو قابلت المسألة فيها كوزين تربيع أو ساين تربيع، مش قال لك إن في قوانين مخصوصة عشان التكامل؟ أيوه كان القانون بيقول إيه؟ وهطلع كده من المسألة عشان أرجع لها دي. كان القانون بيقول إن كوزين تربيع يا ولادي ألفا بيساوي نص زائد نص، برافو عليك، زائد نص واحد زائد كوزين اثنين ألفا، جميل. ولو ساين تربيع يبقى ناقص بالناقص. بعمل ايه يا ولاد؟ هضرب الاثنين ديت هنا يبقى اثنين كوزاين تربيع اقدر اشيلها واحط مكانها واحد زائد كوزاين يبقى واحد زائد كوزاين الفا بس مضروبه في مين؟ ساين تربيع. طيب يبقى ار بيتا بتساوي في نور تربيع على جيم كوزاين تربيع بيتا وافتح براكت ساين 2 الفا كوزاين بيتا ناقص. هنا بقى ناقص هيبقى ساين بيتا كوزاين 2 الفا ناقص ساين بيتا. هنا انا فككت القوس دي بكام؟ بص يا ولاد معايا على البورد كلكم بتركيز كده. الترم الاولاني والثاني ده ادوني ايه؟ ها؟ سامع حد بيتكلم صح. يعني ده هيديني ساين 2 الفا 2 الفا ناقص بيتا. الاثنين دول مع بعض ناقص ساين بيتا ناقص ساين ايه؟ بيتا. بس انا مش عايز اكتر من كده. ليه؟ ما انا بعمل ده كله ليه؟ علشان احصل المتغير المستقل الفا
جوه دايركت ساين او كوساين. طب هستفيد ايه لما اجي اقول انا عايز ار بيتا ماكسيمم، اعلى قيمه دي ار بيتا ماكسيمم، ده هيساوي ايه؟ اعلى قيمه دي يا ساين يوم لما تكبري قوي هتبقى كام؟ بس انما لو موجوده الالفا في المكانين ساين وكوساين ما اقدرش اعمل. فانا عشان كده قعدت اعمل كل الاستنتاج الرياضي ده علشان احصرها في حاجه واحده. هنا بقى بقول الار ماكسيمم ده بيساوي واحد اهي ناقص ساين ده كوس، بس الكوس ده مضروب في ايه؟ ها؟ في دون تربيع على جي كوساين. في حاجة بس صغيرة عايز أضيف عليها مش خالصين، عشان لما تيجي تبص ما تفتكرش إن الكتاب طلع نتيجة غير لعبة الكوساين تربيع، بس مش دي ممكن أحطها واحد على الساين إيه؟ تربيع. طيب يعني ممكن اقول ان الكلام ده عباره عن هدوء تربيع في واحد على الساين بيتا على جي في واحد على الساين تربيع، واحد على الساين تربيع ممكن احللها في واحد على الساين بيتا في واحد زي الساين بيتا، دي تروح مع دي يطلع لك الاجابه النهائيه زي الكتاب بالظبط، هدوء تربيع على جي في واحد زي الساين بيتا كده. كل النفس مين اللي مستوعب معايا الاستنتاج اللي فات؟ ها؟ بس؟ انا عايز اخر حته بس، كل الباقي اللي عمله ده ما يلزمنيش، انا عايز اخر حته بس اعوض. المسار بتاع التايمز وبدات اجيب اكس دي واكس دي حولتها تبقى معايا حولتها لاربيتا عن طريق الهلوكاليه وجبت اربيتا موجوده اهي، لكن لقيت الالفا موجوده في مكانين. قعدت اعمل تعويض بحساب المثلثات لما حصرت الالفا في داله ايه؟ ساينس، عشان لما اقول اربيتا ماكسيمم يبقى بالتالي هتحصل لما الصيد ده يبقى قيمته كام؟ بوينت. دي القصه. طيب تسمحوا لي ناخد مثال تطبيقي كده على الكلام ده؟ هو عامة يعني على الكرتفات مش على دي بس. Thank you.
انا النهارده بجد عليا اه علينا ايه بقول لك علينا نجرب ماشي ماشي زاوية 42 بيعلى شوية بيرجع ينزل تاني. نقطة أقصى ارتفاع سميتها دي، النقطة المقابلة على نفس المستوى الأفقي سميتها كيو، نقطة التارجت أو الهدف النهائي سميناها أه. طالب مني أول حاجة قال لي هات الهوريزونتال إنيشيال فيلوسيتي، هات المركبة الأفقية للسرعة في البداية. اجيبها ازاي؟ ها قول بالظبط، مش محتاجه اي حاجه. خلي بالك من السؤال، في نقطة اكس بنساوي 35 كوزين 40 واحسبها بالاله الحاسبه زي ما قلنا، في نقطة واي 35 كوزين 40. شايفين المسائل سهله ازاي؟ مفيهاش حاجه. بعد كده طلب في الزمن اللي هيوصل فيه لأقصى ارتفاع، الزمن بتاع أقصى ارتفاع اجيبه ازاي؟ لا اللي عايز يجاوب يرفع. اجيب ازاي الزمن بتاع أقصى ارتفاع؟ قول يا باشمهندس. في نوت كوزين الفا على جي على جي، ده اللي هو نص زمن الطيران، يعني تي اتش بيساوي في نوت كوزين الفا على جي. عندنا المعلومات كلها، ها كوزين الفا اسف على جي، يبقى عندنا الداتا كلها بتاعت القانون. هنساوي 35 في ساين 40 على 9.8 وبحسبها. طيب طلب ار كيو، يعني المسافه الافقيه دي، ها مين يقول لك يبقى ازاي؟ بالظبط كده، ار كيو ار كيو بتساوي يا جماعه، لو الموضوع مش مهم بالنسبه لكم وفي مواضيع اهم محتاجين احنا نتكلم فيها او كده، مفيش مانع عندي ان انا اسيب بقيه المسائل تمام سهله كده. ار كيو دي بتمثل المدى الافقي للمنظور، فار كيو هتساوي من القانون في نوت تربيع ساين 2 الفا على جي، لما هنعوض هيبقى 35 تربيع ساين 80 على 9.8. ده ار كيو. طيب عايز المسافه دي
هجيبها ازاي؟ مين يساعدني؟ فكر. عايز المسافه دي ها؟ انا قلتها في اول المحاضره، قلتها من شويه. اجيب المسافه دي ازاي؟ عندي قانون معادله المسار يربط بين كام حاجه؟ اربعه. خلاص؟ يبقى عندك واي يساوي اكس تحت الفا ناقص جي اكس تربيع على 2 بنود تربيع كوساين تربيع على. تمام؟ هعوض عن الواي بكام؟ سالب 12 يساوي اكس تان 40 ناقص جي، جي اللي هي 9.8 اكس تربيع على 2 في 35 تربيع كوساين 40 كل تربيع. خليك معايا في الوقت، انتبه معايا. دي معادلة من الدرجة الثانية في الاكس. تديني كنتين، قيمة موجبة وقيمة سالبة، السالبة بتفوتها والموجبة اللي هي الاكس هنا تطلع لي كام؟ 136.27 يبقى دي اكس هنقول عليها الاكس اف او الدي زي ما هو مسميه. اخر مطلوب وده للاسف لقينا ناس كتير بيتلخبطوا فيه، سال وقال لي ايه؟ ما هو اتجاه الطلقه اللي هي بتضرب الهدف فين؟ جايه بمين لتحت كده؟ طب اتجاهها ده جيبه ازاي؟ قال لك دايما اتجاه الحركه مع اتجاه السرعه. طب واتجاه السرعه ده عباره عن ايه؟ انا عندي السرعه واي دوت واكس دوت. واي دوت واكس دوت. طيب. ايوه يبقى انا عندي هنا تان سيتا بتاعت الار دي بتساوي ايه؟ بي اكس ار بي واي ار على بي اكس ار. فده بيساوي البي واي ار من القانون اللي هو 3 كان بيقول ايه؟ ناقص جي في تي زائد في نود ساين الفا على في نود ساين الفا. ايه الحاجه اللي ناقصه عشان اطلع المطلوب بتاعي؟ ها؟ ايه الحاجه اللي ناقصه؟ تي. التي ده اجيبه ازاي؟ ايه رايك؟ سهل قوي. ها؟ بعد ما جبت الاكس ار ما كانش ممكن ان انا اقول اكس تساوي اعملها هنا تحت اكس تساوي تي في البنود كوساين الفا تقوم حضرتك تعوض عن الاكس ب 136 تساوي تي ار في 35 كوساين الفا. المعادله دي بيطلع لك تي ار طلع التي ار بكام عندك في الكتاب؟ 5.1 يبقى بيطلع 5.1 ثانية. باخد القيمة دي اعوض بيها هنا بيطلع لي تان سيتا. بتعمل شيفت تان بتطلع السيتا سالب. عارفين سالب ليه؟ ليه بقى؟ لأن الطبقة وهي نازلة الواي دوت بتاعها ايه؟ عامل كده. الإكس دوت كده. يبقى محصلتهم هتبقى فين؟ ها؟ هتبقى عامله محصله كده. يبقى هنا زاوية منها هنا السيتا هتبقى قيمة سالبة. هي دي القيمة السالبة اللي أنا بتكلم عليها. تمام؟ أتمنى تكونوا فهمتوا حاجة. في استكمال بقى لينا إن شاء الله يبقى أونلاين الأسبوع الجاي والميعاد المحدد.